او مكيف من انتزع هذا الشوط. 13 دقيقة 5 ثواني 34 جزءا من الثانية، هذا توقيت مكيف لهجن العاصفة وغيات الهلال. تاني نور مبروك. بينما المركز الثاني المركز الثاني هجن الشحانية مع فخر، المركز الثاني فخر لجنة الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل. 13 دقيقة 6 ثواني 56 جزء من الثانية. المركز الثالث منصف لجنة العاصفة وغيات الهلالي. 13 دقيقة 9 ثواني و36 جزء من الثانية. شوط ينطلق والزميل العزيز بطي الزعبي. حفلنا الكريم مشاهدينا الأعوياك مع انطلاقات هذه الفترة الصباحية ينطلق على بركة الله وتوفيق شوطنا الثالث عشر المخصص لسن الحيل، وبقوة هذه المسافة التي تنطلق بقوة الثمانية كيلو مترات، وهذه الأسماء الحاضرة وهذه المؤسسات وشعارات أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، ومع تواجد العمالقة من الملاك الحاضرين والمتابعين لنا هذه الانطلاقة. أبدأ بداية إلى الظفرة للشيخ ذياب بن سيف بن محمد الانهيان الصادق بن فضل الأمين من يتابع لنا انطلاقة الظفرة مع أول المراكز وأول التحديات. بينما المركز الثاني وصل ثانيا من بدأت بالانطلاق والحضور في هذه الأثناء، أتابع الحاضرة والقادمة لهجن الشحانية المنطلقة والمتواجدة مع المركز الثاني لأتابع، هنالك السعدية وجار الله بن محمد بن عقيل يتابع لنا انطلاقة السعدية المنطلقة مع ثاني المراكز، بينما نقلتنا إلى ثالث التحديات لأتابع، هنالك الحضور والانطلاقة في هذه الأثناء من قبل الحاضرة والمتواجدة والمنطلقة مع ثالث المراكز من قبل هذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة والمنطلقة والمزينة لنا أرضية هذا الميدان ميدان الشحانية، هنالك الفاتنة الشيخ سيف بن خليفة بن سيفة بن محمد الثاني وسعيد بن مبروك بن سالم الوهيبي من يتابع لنا حضور الفاتنة، وبهذا الشكل الفاتن والمنطلقة مع المركز الثالث. أما رابع التحديات ورابع الواصلات والمنطلقات، هنالك الحاضرة والمتواجدة مع المركز الرابع لأتابع، هنالك الانطلاقة من قبل أسماء لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني حسين بن محمد السفران يتابع لنا تحركات أسماء المنطلقة مع المركز الرابع. أما خامس المراكز فوصلت هنالك وقدمت رشا لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران يتابع لنا تحركات رشا مع خامس التحديات، ونختم هنالك برشا ونبدأ بداية إلى من تحتل المركز الأول، هنالك الحاضرة الظفرة 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 من تقود هذه الأسماء. من تقود هذه الأسماء مع أول المراكز للشيخ ذياب بن سيفة بن محمد الانهيان الصادق بن فضل الأمين يتابع لنا تحركات الظفرة، بينما هجن الشحانية تتحرك بسعدية ويتابعها هنا في عملية التضمير المتابع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل يتابع لنا حضور سعدية في يوم السعد. يا بن عقيل يا من تتابع لنا السعدية مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث قدمت هنالك الحاضرة الفاتنة للشيخ سيف بن خليفة بن سيفة بن محمد الانهيان وسعيد بن مبروك الوهيبي يتابع لنا انطلاقة الفاتنة في عملية التضمير، بينما انضمت في هذه الأثناء ضجة لهجن الشحانية المشاق
المراقب محمد بن خالد العطية يتابع لنا حضور وانطلاق الضجة مع المركز الرابع. تنطلق هنالك معبرة عن قوة هذا الشعار، عن قوة هذه المؤسسة وإمكانياتها الكبرى التي لطالما أمتعت وأبدعت العاشقين والمحبين والجماهير الغفيرة لهذه المؤسسة الكبيرة. أما خامس التحديات، من بدأت تحضر في هذه الأثناء الوذنة لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران يتابع لنا تحركات الوذنة وانطلاقة الوذنة ووصول الوذنة في هذه الأثناء. ومن تقود هذه المعركة ما قبل الخمس المتقدمة، حضرت هنالك العاصفة ووصلت العاصفة بحضور الشايبة وقياد الهلال يتابع لنا تحركات العاصفة ما قبل الخمس المتقدمة، ما بين الثنائي الكبير، ما بين الثنائي العملاق الحاضرة والمتقدمة مع أول التحديات ليتابع. وصلت هنالك السعدية وبدأت السعدية تنطلق مع أول المراكز لهجن الشحانية. ومن لا يعرف البرنس بن عقيل من يتابع لنا تحركات السعدية مع أول التحديات وأول المنافسات، بينما الظفرة تأتي ثانيا. وانتصفنا المسافة ما بين السعدية وما بين الظفرة، معركة من البداية مع بداية هذا المسار الكبير. الظفرة تعود ملكيتها للشيخ ذياب بن سيفة بن محمد الانهيان الصادق بن فضل الامين يتابع لنا تحركات الظفرة وانطلاقة الظفرة. من تقتفي السعدية مباشرة على ثاني التحديات المركز الثالث هي الفاتنة، ما زالت الاسماء هي الاسماء الحاضرة. اتابع هنالك الفاتنة للشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد الانهيان وسعيد بن مبروك الوهيبي يتابع لنا تحركات الفاتنة وانطلاقة الفاتنة. اما رابع المراكز فحضرت الوذنة، وصلت هنالك الوذنة لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران يتابع لنا تحركات الوذنة وانطلاقة الوذنة. مرحبا بهذه المؤسسة، مرحبا بالأدعم القال الحاضر والمنطلق والمتواجد على رابع التحديات ورابع المنافسات، بينما نتقدم وإياكم هنالك إلى الحاضرة. حضرت العاصفة وصلت العاصفة وقياث الهلال يتابعها في عملية التكتيك وفي عملية التضمير ليقدم الشايبة ما قبل الختام. شوط ما قبل الختام ويومنا هذا ما قبل الختام المنتظر، ما قبل الختام المرتقب الذي سيكون قدا. فكان الله بعون المشاركين، حيث الجوائز المليونية، حيث الدعم الكبير التي تحظى به الأصايل في دوحة الخير والعطاء في ميدان الشحانية. إذن البداية هي السعدية، ما زالت هي القائدة لهذا المسار لهجن الشحانية. بن عقيل يتابع لنا تحركات السعدية، يتابع انطلاقة السعدية في عملية التضمير، يتابعها عن قرب بالعين المجردة. أشاهد يتابع انطلاقة السعدية المركز الثاني. المركز الثاني الظفرة للشيخ ذياب بن سيف بن محمد الانهيان الصادق بن فضل الامير. بدأ في هذه اللحظات يكلم الظفرة، يحدث الظفرة القادمة من دولة الامارات وحاضرة في دوحة الخير، حاضرة في ميدان الشحانية. هذا الثنائي من البداية، ونحن نتابع الابداع، ونحن نتابع الاثارة والتشويق ما بين الشحانية وما بين الظفرة.
صفر للشيخ ذياب بن سيف بن محمد الانهيان المركز الثالث. وصلت هنالك الحاضرة الوذنة لهجن الشحانية، حضرت الوذنة لهجن الشحانية، يتابع الوذنة في عملية التضمير الشبل جابر بن سالم بن فاران مع المركز الثالث. تقدمت الوذنة وحضرت في هذه الأثناء الفاتنة وتعود إلى المركز الثالث الفاتنة للشيخ سيف بن خليفة بن سيفة الانهيان وسعيد بن مبروك الوهيبي. يتابع لنا تحركات الفاتنة. وصلت الشايبة لهجن العاصفة، يتابعها قياث الهلالي في عملية التضمير. ياهي من أسماء، ياهي من أسماء لها صولاتها وجولاتها في رصيدها العديد والعديد من الإنجازات الحاضرة متواجدة في هذه الأثناء. الجماهير يتابعون، يتابعون الظفرة، الظفرة تتقدم، الظفرة وتتحرك، الظفرة وتنطلق حاملة للواء المركزي الأول بانطلاقة الظفرة. تتقدم الظفرة للشيخ ذياب بن سيف بن محمد الانهيان الصادق بن فضل الأمين، يتابع لنا الظفرة. وتحركت السعدية في هذه الأثناء مع المركز الثاني لهجن الشحانية، والبرنس بن عقيل يتابع لنا انطلاقة السعدية. وبدأت المعركة تشتد، بدأ الصراع وهنالك النزاع. المركز الثالث هي الفاتنة، تنطلق الفاتنة وحضرت الشايبة، وصلت لأول نداء لهذه القادمة رشا لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فران. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الكبير بحضور السعدية في يوم السعدي. وهالبرنس انطلقت السعدية لهجن الشحانية وحضرت الفاتنة، الفاتنة هنا للشيخ سيف بن خليفة الانهيان يتابع. هنالك الفاتنة حضرت مع المركز الثالث الوهيبي، يتابع الفاتنة. وصلت الشايبة لهجن العاصفة، أما رشا مع المركز الرابع، الوذنة مع المركز الخامس. وتحركت الفاتنة، اختطفت الصدارة يا اخوان مع بداية هذا الشوط. بينما الحاضرة الشايبة، وصلت الشايبة، مرحبا بالشايبة هجن العاصفة مع المركز الثاني. ما بين الفاتنة، ما بين الشايبة، ما بين الشايبة، ما بين الفاتنة، ما بين العاصفة، ما بين الحاضرة، هنالك الشيخ سيف بن خليفة الانهيان، وهنا العاصفة. ما بين العاصفة وما بين هذا الشعار الحاضر، الميتين متر الأخير، ما بين الشايبة، ما بين الفاتنة، الفاتنة والشايبة، العاصفة، العاصفة، العاصفة. مرحبا بالعاصفة، من حضرت في آخر الأمتار لتكون البطلة المتوجة بالناموس والانتصار. هجن العاصفة تحقق الفوز والانتصار مع الشايبة. وقياث الهلال من تابع الشايبة المركز الثاني، المركز الثاني حضرت ندى لهجن العاصفة وقياث الهلال. المركز الثالث، المركز الثالث الوذنة لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران. المركز الرابع رشا لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس، المركز الخامس السعدية لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل. هكذا متابعينا في كل مكان، تابعنا وإياكم هذا الشوط الكبير، وتابعنا وإياكم هذا الشوط المثير. فحضرت الشايبة كعادة هذه المؤسسة التي لطالما تأتي بالنواميس لهجن العاصفة وقياث الهلال من تابع الشايبة في عملية التضمير. تهانينا لهجن العاصفة على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني للشايبة 12 دقيقة 47 ثانية، 72 جزءا من الثانية.
ثانية تانين والناموس لهجن العاصفة، ولك يا قياد الهلال على هذا الناموس. المركز الثاني حضرت كذلك ندى لهجن العاصفة وقياد الهلال. التوقيت الزمني 12 دقيقة 49 ثانية و70 جزءا من الثانية تانين لهجن العاصفة. المركز الثالث حضرت هنالك الوذنة لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران. التوقيت الزمني 12 دقيقة 50 ثانية 74 جزءا من الثانية تانين على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.